قناه سيدي بطاش ريفيرونس تي في تحط رحالها بالموسم الربيعي الذي يقام من كل سنه لكي نقترب كثيرا من هذه الاجواء الشيقه. ريفيرونس تي في تنقل لكم الروبورتاج التالي لنشاهد. مهرجان الوالي صالح سبطاش مهرجان الدورة ديالو 12 برئاسة المجلس الجماعي ورؤساء الجمعيات والمجتمع المدني، وتنشكروا الخيالة. وهاد التراث موروث ابن عن جد، يعني منذ قرون، منذ ايام القايد البشير والشيخ العربي وحراق البشير والابن ديالو اللي هو حراقة محمد. هذا مهرجان ربيعي كما قلنا، وتحية التراث وتلاقي الجواد، تيلاقي الجواد يشوفوا بعضياتهم من قبائل إلى القبائل، وفيه فرحتين، فرحة ديال الموسم الربيعي وفرحة ديال المطار وفرحة ديال العام غادي يظهر الحمد لله. هنايا دابا حنا في تبوريده، ربما كتشوفوا كل شيء، هذا الشيء هذا لان تيدل على ان سيدي بطاش فيه سكينه مهمه، سكينه واعيه بالمنتوج التقليدي والمنتوج المحلي، يعني الثقافي والاجتماعي وغير ذلك. المهرجان كل عام تيدوز بخير وعلى خير، وهذا العام فتن اكثر ديال الفروسيه تقريبا جايه شي 300 فارس تقريبا ولا 320، والاجواء الحمد لله كل شيء بخير وعلى خير. هذا التراث تبعينا مدة قرون، هذه من اب لاب تقريبا شي ستات الاجداد، من الولد للولد. تنشكر هالاخوان الزيار كاملين اللي جاوا زوروا المهرجان الربيع اول ديال سيدي بطاش، تنشكر الخياله، تنشكر الدراك المراكيه، تنشكر القياده، تنشكر الناس الاخوان اللي جاوا معمرين معنا المهرجان. هذه الأجواء كلها كانت بمنطقة سيدي بطاش. مهدي أبراش، سلمي شيماء، ريفيرونس تي في.